أهلا ومرحبا بكم طلاب التعليم الفني بالمدارس المتقدمة والمدارس المتميزة جميع التخصصات. نحن مع حلقة مخصصة لمادة اللغة العربية، أجمل لغات العالم وأجمل لغة تعبر لنا عن وسائل الاتصال بكل ما تحمل من معاني. قضينا معا فصل دراسي كان مليئا بالانتماء والوطنية، مررنا بصنوف كثيرة من اللغة ووسائل الاتصال. اليوم جاءت المحطة الأخيرة، المحطة اللي هنكون فيها بنجمع كل اللي خدناه وبنراجع فيها كل اللي خدناه عشان نستفيد بيه ونعبر عن كل اللي احنا استفدنا بيه من خلال أخلاقنا، من خلال تعاملاتنا، من خلال سلوكنا. كان فصل دراسي ممتلئ بالوطنية والانتماء، كان فصل ممتلئ بنجوم القرن التاسع عشر من عمالقة الأدباء والكتاب المصريين. فعايزين النهاردة بإذن الله في أولى حلقات المراجعة النهائية وحصاد كل ما استعدينا ليه، وبفكركم طبعا بالآية الكريمة: ليس للإنسان إلا ما سعى. هناك فرق بين من تابع معنا طول الفصل الدراسي وذاكر وتابع وبيحب مادتنا، وهناك فرق بين من ينتظر ليلة الامتحان فقط ومن يستعد للامتحان فقط. فإحنا طبعا بمدارس المتقدمة والمدارس التميز نصبو إلى الجامعة، نصبو إلى التفوق، نصبو إلى السنة الخامسة القادمين عليها. وطبعا السنة الخامسة القادمة بتجمع كل المنهج اللي انت خدته قبل كده، في خصوصا في اللغويات، يعني القواعد اللغوية. طبعا النهارده انا هضع ايديك على ورقه الامتحان وشكلها، وطبعا ورقه الامتحان فيها مفاجاه يمكن انت ما تعرفهاش، ان بيكون فيها جميع تفاصيل المنهج موجوده معاك في الورقه، لا وزياده كمان. يعني لو القواعد اللغويه لازم بيكون فيها جزء من اللي انت خدته قبل كده في السنوات السابقه. فالنهارده هنشوف شكل الاسئله، ايه اللي فيها بيكون اجباري، ايه اللي فيها بيكون اختياري. لكن الورقة اللي هنقعد قدامها إن شاء الله في الامتحان هتكون فيها جميع ما أخذناه في المنهج كله. فأول حاجة النهاردة أنا هوريك كان معانا إيه في منهج الفصل الدراسي الأول في اللغة العربية. طبعا بذكركم تاني إن هذه الحلقة لجميع التخصصات: التجاري، الفندقي، الفني، الزراعي، للمدارس المتقدمة ومدارس التميز. يلا نشوف مع بعض تفاصيل المراجعة. الجدول ده بيحوي على الأربع فروع الرئيسية اللي هتجيلك في الامتحان، يسبقها طبعا سؤال التعبير الإبداعي والوظيفي. القراءة معانا ثلاث موضوعات من هدي القرآن: الانتماء وحب الوطن، الانتماء وحب الوطن. وطبعا كل اللي عايز يراجع هذه الحلقات يرجع للحلقات السابقة على قناة التعليمية. سلوكيات يبقى عندنا ثلاث موضوعات قراءة، في النصوص درس نصائح لمحمود سامي البارودي، والعمل للكاتب محمود تيمور، وعتاب صديق حافظ إبراهيم. فالجدول ده من أهم الجداول، خلي بالك منه جيدا. النحو كان عندنا ثلاث موضوعات رئيسية جديدة بنأكد عليها: الهمزات طبعا، القطع والوصل، الأسماء الخمسة أعرابها وشروطها، أسلوب الاستثناء. دي الموضوعات الجديدة، لكن طبعا أنا بكلمك في القاعدة اللي بتيجي في الامتحان بيكون فيها زيادة عن الكلام ده، لكن هي دي الدروس الأكيدة اللي جاي منها طبعا سؤال مهم. الأدب سؤال واحد وهو بيتكلم عن المقال، سؤال المقال، وتقريبا هيكون في نهاية الورقة الاختبارية. فن المقال تعريفه هنحفظه مع بعض، هنراجع أنواع المقال، هنراجع خصائص المقال، وهنضيف ليه أسباب نهضة المقال في العصر الحديث. طبعا موضوعاتنا كلها عن العصر الحديث، موضوعاتنا كلها كانت ممتلئة بالوطنية والانتماء والحفاظ على هويتنا المصرية. فعايزين كلنا نسترجع هذه المعاني، سواء اللي تابع معايا الحلقات السابقة أو اللي بيراجع معانا النهاردة في مراجعات ليلة الامتحان. نكمل مع بعض العرض. الورقة بتجيلك امتحان الصف الرابع اللغة العربية الفصل الدراسي الأول. أول حاجة من أول الأسئلة، طبعا في بعض المدارس بتخلي سؤال التعبير في وسط الورقة، لكن المعتاد عليه إنها بتكون أول الورقة.
بقول لك طبعا اكتب لافته تحث زملائك على اهميه العمل. طبعا انا اخترت العمل لان كان من اجمل الموضوعات اللي احنا شفناها الترم ده، اللي هو يعني اتكلمنا عنه باستفاضه، وكانت كان موضوع ومقال ممتلئ بالقيمه والفايده الكبيره. فانا بحب قوي موضوع العمل، لكن ممكن طبعا يجي لك اكتب لافته عن اي حاجه. طيب ايه البدائل تاني عن اللافته؟ عندنا في عفوا عندنا غير اللافته عندنا تقرير، عندنا في اعلان، عندنا في البرقيه. طبعا البرقيه هي اللي بنكتب فيها اسم المرسل اليه، وفي الاخر بكتب اسم الراسل من غير ما اكتب اي اسامي. لكن اللافته ما بكتبش اي حاجه غير المضمون، الجمله او الحاجه اللي هو بيركز لي عليها. فانا اخترت هنا العمل. طيب تمام، وبيجي لك في رقم ب حاجة من اتنين، ده بيقول لك اكتب قصة، لا اما بيقول لك على موضوع عام هنكتب فيه باستفاضة بطريقة ابداعية. فاحنا هنا انا اخترت لك مصر. طبعا موضوع مصر من المواضيع المشهورة واللي يليق بالمنهج، وانا بقى هنستعد له كلنا مع بعض، وكتبنا عنه قبل كده في فن المقال ازاي هنكتب عن مصر. اهم حاجة طبعا انا بقول لك ازاي تبدأ الموضوع، بانك هتكتب لي مجموعة من العناصر. فانا بقول لك اهو اكتب موضحا فضل الوطن عليك علينا، ثم معالم مصر السياحية. فلو تطرقنا لمعالم مصر السياحية امتلأ الموضوع الابداعي، وبانك بتنتقل الى محافظات مصر المتنوعه، وبتنتقل الى معالم مصر السياحيه من الشمال الى الجنوب. فاذا مسكت محافظه محافظه وتطرقت فيها انك تذكر فيها اهم المعالم الحديثه فيها، بدءا من القاهره ثم مصر القديمه، كل مكان فيه معالم مصر السياحيه، لو انت كتبت سطر او سطرين في هذا الموضوع هيمتلئ معاك الموضوع بشكل منسق وشيق وسري. ثم تنتقل في النهاية بعد معالم مصر السياحية للختام الموضوع، وهو عن واجبنا نحو الوطن، واللي هنأكده في هذه الحلقة بأكثر من شكل. واجبنا نحو الوطن الحفاظ عليها بأولا ان احنا نكون قدوة للآخرين، بان احنا نحافظ عليها من اي دخيل من قبل ما ينظر اليها او يطمع فيها. ثم واجبنا ان احنا نكون نتحلى بالأخلاق الكريمة مع الوفود، الوفود اللي هم مين؟ السياح والضيوف اللي بيجولنا في اي وقت، عشان نمثل بلدنا بشكل لائق بيها ونحقق مع اللي احنا بنتمناه ان شاء الله. فنشوف مع بعض تفاصيل الإجابة عن اللافتة. انا هنا كتبت اهو احرص على العمل فالعمل ضريبة الحياة. طبعا مين يفكرني مين اللي قال الجملة دي؟ الجملة دي يا شباب في وسط المنهج، وهو الكاتب محمود تيمور اللي قال لنا الجملة دي: العمل ضريبة الحياة. يعني طبعا مفيش حياة من غير عمل، مفيش انجاز من غير عمل، مفيش تقدير ليك لوجودك ولنجاحك في الحياة من غير عمل. فالعمل ضريبة الحياة، يعني انا هنا بقول لك ان العمل واجب. فدي طبعا لافتة. طيب لو احنا جالنا برقية قلنا بنقول فيها في الاول اسم المرسل اليه، وبعمل شرطة وبحط نقط البرقية، تمام، وبختم اسم الراسل وما بكتبش حاجة، طبعا شرطة ونقط وبس، واكتب الافادة بتاعت البرقية. البرقية ممكن تكون تهنئة وممكن تكون في تعازي او كده، فبنكون بشكل موجز بشكل كويس تراجع كتابتها الإملائية، لأن مهارات الكتابة إحنا بنحط عليها درجات وبنقدرك فيها في كل جزئية أنت بتكتبها. فأنا هنا قلت لافتها احرص على العمل فالعمل ضريبة الحياة. تعالوا تاني نضع أيدينا على الموضوعات المتوقعة في الموضوع الإبداعي اللي هنكتب فيه بالتفاصيل، وهشوف فيه مهاراتك الإبداعية في الكتابة. طبعا اي موضوع لازم يكون جواه ثلاث نقاط، ان احنا بنقول عندنا مقدمه في الاول. مش عايزه خالص وبقولها لجميع المستمعين والجميع المشاهدين، يا شباب محدش يقول بسم الله الرحمن الرحيم اريد ان اكتب في هذا الموضوع الشيق اللطيف الذي انتظره بفارغ الصبر. هذه المقدمه خطا. لو نظرنا لاي موضوع قراءه من اللي احنا خدناه، لاي مقاله من المقالات السابقه، الموضوع بيدخل على طول. يعني مثلا موضوع الانتماء وحب الوطن، الكاتب على طول دخل في الموضوع، قال لك ايه العمل من الايمان، اختر العمل الذي يناسبك، دخل بمقدمه شيقه في الموضوع على طول. فانت كل المطلوب منك اختار لي اول سطر. فهنقول ايه مثلا؟ لو هنتكلم عن مصر، لو هنتكلم عن السياحه، لو هنتكلم عن الوطن، فهنقول مصر ليست وطنا مصر ليست وطنا نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا.
جملة اللي قالها برضو أحد الكتاب المشهورين في المنهج، ومقدمة شيقة هندخل بيها للموضوع. لكن ما حدش يكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا الموضوع شيق، هذه بداية خاطئة. الموضوع الإبداعي الطويل اللي احنا بنكتبه مع بعض هو أشبه بالمقال الطويل، أشبه بالمقال الطويل، فتدخل على طول في الموضوع بشكل شيق بمفتاح شيق. من الموضوعات المتوقعة نرجع للعرض العمل. العمل، أهمية اختيار العمل المناسب لميولك وخصائصك. هتركز فيه وهتركز في العناصر بتاعتك، هتكون إنك أهمية العمل دي رقم واحد، ثانيا اختيار العمل المناسب لميولك، ثالثا العنصر الثالث هندخل في عندما تختار عمل لا يناسبك ماذا تفعل، واجبك نحو الوطن برضو مناسب لأن احنا نختم به الموضوع عن العمل. تمام. ثالث موضوع متوقع طبعا الرحمة ودفع الأذى عن الآخرين من السلوكيات البشرية المحمودة المهمة. اكتب في هذا الموضوع موضحا صور الرحمة البشرية العامة. طبعا ده موضوع برضو هنتكلم فيه دلوقتي وهنراجعه مع بعض، ان احنا مهم قوي نتكلم عن الرحمة بتفاصيلها. فطبعا العناصر انا دايما بوضحها لك من اول اهو، او لو جالك في رأس الموضوع يقولك اكتب موضحا كذا، يبقى هو داخل على العناصر، تحط له عناصر مناسبة عشان عليها تقدير، ثم تكتب معايا زي ما قلنا سابقا. فهنتكلم هنا لو عن الرحمة، طبعا موضوع فائض وفي احاديث شريفة وفي حاجات جميلة اخذناها مع بعض، ان طبعا من لا يرحم لا يرحم، وصور الرحمة العامة وأنواعها، الرحمة بالإنسان، الرحمة بالحيوان، الرحمة بالصغير، الرحمة بالطفل، بالشيخ، بالمرأة، كل هذه الأنواع من الرحمة ذكرها موضوع طويل ومقالة طويلة أخذناها مع بعض خلال الفصل الدراسي. فهي من الموضوعات المتوقعة اللي أحب نستعد لها في الموضوعات الإبداعية. نكمل العرض، هندخل بعد كده في القراءة. الأسئلة هتجيلنا إزاي؟ قلنا هيجيلنا المنهج كله. يعني إيه بيجيلنا في الأول؟ سؤال إجباري بقولك أجب، ما اديتكش الاختيار، بكتب لك جنبه إن ده السؤال الإجباري وممكن ما اكتبش. فدايما السؤال القراءة هيجيلك الثلاث موضوعات المقررين لينا وإنت تختار. الأولاني بيكون إجباري، ثم اللي بعده بيكون اختياري، لكن أنا بحط ما بين إيديك كل الموضوعات اللي احنا خدناها، الثلاث موضوعات اللي احنا خدناها، وببتدي اقول لك اجب. كان عندنا في المنهج من هدي القرآن، كان ايات جميلة من الاية الثانية عشر الى الاية السادسة والعشرين من سورة الملك. فكنا بنتكلم فيها عن هدي القرآن الكريم، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. اتكلمنا فيها عن عدة نقاط. طبعا انا جايبه لك سؤال واحد من اول الايات عشان يعني الوقت مش هيتسع ان احنا نعرض كل تفاصيل المنهج، لكن هنحاول نعرض اكتر من كده. فان الذين يخشون ربهم، دي اول الايات بتكلم، بقول لك اهو هيجي لك الاسئله بالشكل ده، الف ب ج، ما مرادف يخشون؟ مضاد الغيب، اشرح الايه، ما جزاء خشيه الله في السر والعلن؟ ثم اذكرك قبل ان نعرض الى هذه الاجابات ان احنا الآية كانت بتتكلم عن اولا خشية الله عز وجل، ثم دخلت في الحديث عن قدرة الله عز وجل في الكون، فتحدثت على الطير. تمام. تحدثت مع كل من يستمع لهذه الآيات ممن يجحدون آيات الله عز وجل ويقفون عن التأمل في الكون، فعرضت لنا أكثر من آية. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، قلنا صافات معناها إيه إلى آخره. فهنعرض ليها من خلال الأسئلة والتدريبات ومن خلال المراجعة أكثر من جزء. فهي عرضنا لآية من قدرة الله عز وجل، وفي الخشية في السر والعلن في بداية الآيات. فنرجع لإجابة السؤال الأول، ما مرادف يخشون؟ يخشون، يخافون، مضاد الغيب، الشهادة، مضاد الغيب، الشهادة. طيب ما جزاء من يخافون الله عز وجل في جميع أحوالهم اللي هو بتتحدث عنه الآيات؟ بقول لك حتى يخافون الله في جميع أحوالهم، حتى في الحالة التي لا يطلع الله عليهم فيها في السر والعلن، هذه صفات المؤمنين. اشرح الآية الكريمة، دي طبعا أهم جزئية لازم نفهمها في كل جزئية من جزئيات الآية الكريمة، اللي هو المعنى والتفسير.
فطبعا ان الذين يخشون ما الجزاء لهم مغفره واجر كبير في الدنيا والاخره. طيب ما الجزاء في السر والعلن؟ غفران الذنب، غفران الذنب. الجزاء غفر الله ذنوبهم وقاهم شرها ووقاهم عذاب الجحيم في الاخره، ولهم اجر كبير وهو ما اعده لهم في الجنه من النعيم المقيم والملك الكبير واللذات المتواصلات والمشتهيات والقصور العاليه. ده كده كان نموذج للآية الكريمة. طبعا عندنا ايه تاني من موضوعات القراءة؟ هندخل في موضوع تاني ازاي هيجي لنا ان احنا اختار من اجب عن واحد من الاسئلة الاتية. يعني انا هدخل بيك دلوقتي على الموضوعين التانيين من القراءة وهقول لك اختار من واحد زي ما احنا متعودين، فكده انا هجيب لك في الورقة الثلاث انواع او الثلاث موضوعات، فبالتالي الثلاث موضوعات هتبقى متاحة ليك لو انت مش مركز على موضوع من الموضوعات الثلاثة انك تختار اللي يناسبك منها واللي انت مستعد له كويس. فهنا موضوع الانتماء وحب الوطن، وطبعا دي كانت حلقة جميلة جدا ان اللي احنا اتكلمنا فيها عن الانتماء وحب الوطن وعن نجوم القرن التاسع عشر من الكتاب والادباء، واللي كان منهم مهندسين، واللي كان منهم من العصر الخديوي ناس من العساكر ومن الجيش، واللي كانوا وزراء، واللي تركوا لينا اثر وبصمات في الشارع المصري وفي الادب الحديث والادب في هذا الزمان. كانت حلقه جميله وكان موضوع رائع، فطبعا انا هناخد البدايه منه وهو حب الوطن من الايمان، وهنفتكر مع بعض الادباء اللي في العصر ده قالوا لنا ايه وسابوا لنا بصمات ايه عن حب الوطن وعبروا عنه ازاي على وجه السرعه. نرجع للعرض من موضوع الانتماء وحب الوطن. حب الوطن من الإيمان، ومن طبع الأحرار إظهار الحنين إليه واللهفة عليه، ففضله على الإنسان عظيم، وولاء المواطن له دائم، وحبه مستقر في القلوب، فقد ترعرع على أرضه. أنا هدخل أهو بيك على أفضال الوطن علينا، وتنفس هواءه، وشرب من مائه، ونعم بعشرة أهله، فأصبح جزءا من وطنه لا يبعد عنه إلا ليعود إليه. بقول لك ضع مرادف الحنين في جملة. طبعا قلت لك إحنا في تقدير الدرجات هنا درجة وهنا درجة، فمحدش بعد إذنكم يترك الجملة أبدا. تمام، بقول لك مضاد دائم مضاد دائم، وفي جملة جمع طبع في جملة من تعبيرك. طبعا أنا هنا جاوبت أهو معاك طباع البشر مختلفة. مرادف الحنين ب اذكر افضال الوطن علينا، ج ما وجبنا نحو الوطن. مرادف الحنين طبعا الشوق في جمله، الشوق الى الوطن لن ينتهي، الشوق الى الوطن لن ينتهي. مضاد دائم زائل، كل نعيم خلا الله زائل، كل نعيم خلا الله زائل. جمع طبع طباع، بقول لك طباع البشر مختلفه، طباع البشر مختلفة، طباع العاملين مختلفة. تمام، هنا السؤال اللي قلت لك عليه سابقا، ما أفضل الوطن علينا؟ طبعا ده أشهر سؤال في هذا الدرس. الوطن طبعا بتذكر كل أفضل الوطن من أول النشأة، نشأت على أرضه، فترعرع هنا طبعا يعني نشأت ونميت على أرضه، وتنفس هواءه، وشرب من مائه، ونعم بعشرة أهله، فأصبح جزءا من وطنه. طبعا ده الجزء اللي جه في المقال، لكن قولها بطريقتك. نشأت على أرضه، تنفست هواءه، شربت من مائه، نعمت بعشرة أهلي وفي وطني من أبناء وطني على أرضي. يعني أقل حاجة تقولها من أفضل الوطن أربع خمس حاجات زي ما احنا متعودين. طيب رقم جيم، رقم جيم واجبنا نحو الوطن، عايزين نحفظها تماما، هنستفيد بها في كذا نقطة في المراجعة. أولا الحفاظ والحذر من أي دخيل ينظر إليه، والعمل لرفعته، العمل لتطوير المنتج المصري. طبعا أبنائي في التعليم الفني عايزين نهتم قوي بهذا العنصر، وده اللي بتمناه منكم واللي بدعوكم ليه في كل وقت وفي كل جزئية من جزئيات المنهج، الاهتمام بجودة الإنتاج. احنا كلنا ناس منتجين، وكل ما بلدنا كانت بلد منتج هيحصل لها تطور ونهضة. التحلي بالأخلاق الراقية خاصة مع الضيوف، قلنا الوافدة اللي هم السياح. الأربع حاجات دول نحفظهم كويس. هننتقل لموضوع تالت. طبعا الموضوع ده أنا قلت كان معانا فيه
نجوم القرن التاسع عشر مين هما؟ ذكرنا في هذا الموضوع مقولة أمير الشعراء أحمد شوقي عن الوطن، وقبل ما ندخل ليها ذكرنا ذكرنا قبل مقولة أحمد شوقي إن حتى سيدنا محمد وهو بيترك مكة وينتقل إلى المدينة عبر عن هذا الشوق لمكة المكرمة، وإنه مش عايز يسيبها، وإنه بينفذ أمر إلهي، لولا أمر الله ما كانش خرج من مكة وراح المدينة، لأن مكة كانت وطنه الرئيسي. فبدأت المقال حب الوطن والانتماء إليه بالشكل دوت، إنه دخل أول حاجة في مقولة سيدنا محمد وهجرته من مكة إلى المدينة. ثم دخلنا على أمير الشعراء أحمد شوقي اللي اتكلم وقال: وطني لو شغلت بالخلد عنه، الخلد اللي هي الجنة، وصل لأقصى أمانيه وهو في الجنة مش هينسى وطنه. برضو في نزاع وصراع داخلي في قلبه من أثر الوطن وحب التنشئة في وطنه، طبعا مش أي وطن، ده مصر. نازعتني إلهي في الخلد نفسي، من أشهر مقولات أحمد شوقي. انتقلنا بعد كده لمقولة مكرم عبيد في هذا الدرس، الانتماء وحب الوطن. مكرم عبيد قال لنا مقولة، مكرم عبيد قلنا ده سياسي قبطي في هذا العصر، ترك لنا بصمات بيعبر فيها عن الوطن اللي أنا قلتها من شوية في بداية الموضوع: مصر ليست وطنا نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا. فده المقولة اللي قالها مكرم عبيد عن الوطن، تبين إزالة الفوارق بين المصريين في جميع الأحوال وجميع الطبقات، فلا فرق بين المصري والقبطي على أرض مصر، هذا المعنى. ثم تطرق بعد كده مكرم عبيد لهذا المعنى وأكده في إزالة الفوارق بين المصريين المسلمون والأقباط، ثم أكد المعنى ده اللي هو بيتلاقى فيه مع معنى الشاعر أحمد شوقي اللي فات: مصر لو شغلت بالخلد عنه. بيأكدوا الاثنين أثر وقوة أثر حب مصر في النفوس. بعد كده دخلنا على القائد والزعيم مصطفى كامل وأثره، ده كان زعيم قومي وزعيم قاد مرحلة قوية قوي في مواجهة الاحتلال في هذا العصر. كان في احتلال عندنا انجليزي، وكان في اكتر من سنة 2، فكان بيقاوم من خلال الاتصال بالشعب المصري من خلال المقالات الادبية. طيب مصطفى كامل قال لنا كلام كبير قوي بيكبر في منزلة مصر وحبها واجلالها، ومقولته المشهورة: لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا. المقالة كانت بتتكلم أيضا عن مصطفى كامل ومقولته الجميلة، بنأكد فيها كلها معنى مصر وثباتها وأثرها في القلوب والانتماء ومعنى المواطنة. ذكرنا في هذا الدرس أيضا متى يعني وجد أو أول دستور مصري عام 1932، ما ننساش التاريخ ده معا. وبكده يكون يعني إلى حد ما بنراجع عناصر الانتماء وحب الوطن اللي هو درس القراءة الثاني. ندخل بعد كده على الدرس الثالث وهو سلوكيات الرحمة ودفع الأذى عن الآخرين، ده الموضوع الثالث، وأنا مديك الاختيار لا هنختار ما بين الموضوعين، شوف أنت حسب قدر مراجعتك لجميع تفاصيل الموضوع هتختار الإجابة. من موضوع سلوكيات: اقرأ ثم أجب. ولكن ما يثير الشجن ويدعو للأسى وجود فريق من الناس وقد غفلوا عن أخلاق أمتهم. بعد كده هنا بيكمل لي في جزئية إن غفلوا عن أخلاق أمتهم، هم عارفين كويس الأخلاق الكويسة بس بشكل نظري، لكن التحلي بيها والتصرف مع الآخرين في العلاقات في الشارع المصري هم نسيوها. فالدرس أخذ دي مقدمة ثم قال لك دي يثير الشجن، يعني الحزن والأسى إن الناس مش بتتحلى بهذه الأخلاق في معاملتها. دخل بعد كده لمعاملة الشاب مع العجوز والطفل في الشارع المصري، فبنقول إن في حالة من التجاهل وفي حالة من التعالي والتكبر والتغافل. طب ليه؟ طب المفروض الواجب الشاب المصري لو لقى مثلا حد من أولي الهمم، حد شيخ كبير في الشارع أو في المركبات، المفروض هيتعامل معاه إزاي؟ فطبعا أنا اديتك سؤال مبسط إن هنا بالشكل ألف ب جيم
فقلت لك ما السلوك الذي يجب أن يسلكه الشاب تجاه الشيخ الفاني السيدة والطفل؟ طبعا ده من سلوكيات الرحمة اللي ذكرها هذا الموضوع وهذا المقال بالتفصيل، وذكر طبعا في بداية أحاديث الرسول عن الرحمة العامة، من لا يرحم لا يرحم، وحديث آخر يا رسول الله كلنا رحيم، ماذا تقصد بالرحمة؟ فقال إنها رحمة عامة بكل البشر، رحمة بالإنسان، رحمة بالأخ بالصديق بالقريب، رحمة عامة، رحمة بالحيوان في الشارع المصري. وطبعا هو من أجمل الموضوعات، وختمنا الموضوع ده يا شباب إن إحنا اتكلمنا عن دفع الأذى عن الآخرين، دفع الأذى عن الآخرين. طب إيه صور دفع الأذى عن الآخرين؟ طبعا هنراجعها في الوقت المناسب إن شاء الله. ولكن ما يثير الشجن ويدعو إلى الأسى وجود فريق من الناس. طبعا الأسى والشجن هنا في بينهم ترادف، خليك معايا. مرادف الشجن هنقوله مع بعض جمع فريق، مضاد غفلة اللي هي جت هنا في الحتة دي، غفلوا فعل ماضي للجمع، أنا خدت المفرد بتاعه بقول لك مضاد غفلة، مفرد تعاليم، وخلي بالك معايا منها لأن يمكن تكون أول مرة تستخدمها. فمعنى الشجن قلنا الأسى، هنا في بينهم ترادف أسى وحزن. وطبعا دايما هنحاول نستخدم المرادف ده في جملة من تعبيرك وإنشائك. تعالى لفريق جمعها فرق، غفلة المضاد بتاعها تيقظة، غفلة تيقظة، تعاليم مفردها تعليمة، مفردها تعليمة، تمام؟ لأن مش تعليم، مش تعليم، لا تعليمة. طيب السلوك المحزن اللي جه في اللي بيقصده الكاتب هنا، إن السلوك المحزن تغافل بعض الناس عن أخلاق أمتهم الأصيلة وعدم التخلق بها. زي ما قلنا هم عارفين الأخلاق الحميدة نظريا لكن لا يتحلون بها، فهو هنا التغافل عن الأخلاق الحميدة. الفقرات اللي بعد كده في الدرس هنرجعها، إن هناك من الشباب من يتغافل أولي الهمم والشيخ الفاني إلى آخره في المعاملة في الشارع المصري وفي المركبات. فإحنا عايزين نخلي بالنا من هذا السلوك وهذه الأخلاقيات، إن واجب عليك من غير ما هو يطلب إن أنت تمد له يد العون والمساعدة في كل مكان، وخاصة والأحرى طبعا الأقربون والمقربين قبل الغريب، لأنها يجب أن يكون سلوك فينا. طيب العنصر الثالث بقول لك ما السلوك الذي يجب علينا تاني بالتفصيل كده مع الشيخ الفاني السيدة الطفل. السلوك الواجب مع الشيخ الفاني الأخذ بيده في الطرقات برحمة ولين، والأحرى إذا كان طبعا من قرابته يعني الأب الجد، مش هنتغافل كل هذه الأخلاقيات، الأخذ بيده يعني معاونته في الطرقات برحمة ولين والأحرى في الأقارب. نفس الكلام مع السيدة مع الطفل، لأن بنقول إن السيدة والمرأة والطفل دول الرسول أوصى بيهم، فإحنا طبعا إذا احتاجوا المساعدة نمد لهم يد العون والرحمة، الرحمة الرحمة، لأنها قال عنها الرسول، الصحابة قالوا له كلنا رحيم يا رسول الله، رأيهم في نفسهم إنهم كانوا رحماء، قال لهم إنها رحمة عامة، إنها رحمة عامة. فما المقصود بالرحمة العامة في هذا الدرس؟ بنقول الرحمة بكل شيء حولنا، الرحمة بالكبير المسن، الشاب، الشيخ الفاني، الرحمة بالمرأة، الرحمة بالطفل، الرحمة، ثم دخل بينا الدرس على الرحمة بالطائر وبالحيوان في كل مكان. طبعا الدرس دوت بيشرح بالتفصيل أشكال الرحمة، وقلنا يعني لو نظرنا حولنا ناس كتير بتمد لينا يد الرحمة وبتعبر عنها في الشوارع وفي كل مكان، اللي هم يعني بيمدوا يعني شكل من أشكال العطف بالحيوان. فدي مشاهد لو بحثتوا عنها تشوفوها حوالينا، ناس بتطبقها فعلا، وطبعا ده يعني سلوك إنساني إحنا بنتعلم منه وعايزين نتحلى بيه ونطبقه إن شاء الله. فالدرس بيتكلم عن سلوك الرحمة ثم دفع الأذى عن الآخرين. في جزئية دفع الأذى قلنا إن أنا لو شغال مثلا ميكانيكي، إيدي مش نظيفة، جاي من المصنع، جاي كنت بصلح عربيتي إلى آخره، لبسي متسخ، هدومي متسخة، دخلت المسجد أصلي، ذنبهم إيه اللي حواليا؟ لازم أعمل حساب الآخرين إن أنا ما أذيش الآخرين بمظهري المتسخ اللي كنت فيه في عملي او في مصنعي، لازم احاسب على الاخرين، لان ديت سنه وعباده مؤكده. بعد كده هننتقل كده، انتهت 3 موضوعات القراءه،
ذكرتكم ببعض عناصرها، وكلما اتيحت مراجعه اكتر من كده هنكمل كل تفاصيل اللي خدناها. كده 3 موضوعات القراءه جاي لنا في كلهم، جاي لنا المنهج كله، وكان بيلف حوالين الوطنيه والمواطنه. دلوقتي هننتقل للسؤال الثالث، ثالثا النصوص اللي خدناها. قلنا هنعرض النصوص الثلاثة اللي احنا خدناها مع بعض، وهيكون في 1 اختياري. النصوص، اجيب عن السؤال الاتي من نص نصائح. طبعا نص نصائح ده كان لوزير وهو محمود سامي البارودي، وكان محمود سامي البارودي قلنا انه لقب برب السيف والقلم، رب السيف والقلم. وصل طبعا لوزير المالية وزير الاوقاف، وكان في الحربية المصرية في هذا الوقت. فالعصر ده يعني لو انتم متابعين طبعا في عندنا اكثر من عمل اعلامي في يعني عبر عن هذه الفترة، وهي فترة أوائل القرن التاسع عشر، في مثلا مسلسل الحديث والمساء هتعرفوا شكل وطبعا ثلاثية نجيب محفوظ اللي هي ما بين القصرين وقصر الشوق، في كذا عمل اللي هو عصر الطرابيش في الوقت دوت، فإحنا عبرنا عنه في أكتر من يعني عبر عنه أعمال إعلامية كتيرة في هذا الفترة، وشكلها ايه وكانت نمطها عاملة ازاي. فطبعا انا وريت لكم قبل كده صورة محمود سامي البارودي ولقبه، هو ادينا نصائح جميلة في المعاملة مع بعض، وازاي الانسان يكون سعيد في المعاملة مع الاخرين، يا ترى بالقوة، يا ترى بالتظاهر بالقوة ولا باللين. فانا خدت نموذج من النص في اوله، فبقول فقال لنا محمود سامي البارودي: إذا شئت أن تحيا سعيدا فلا تكن لدودا، ولا تدفع يد اللين بالقصر، ولا تحتقر ذا فاقة فلربما لقيت به شهما يبر على المسري. فإحنا هنا بيكلمنا عن طريق السعادة في البعد عن العداوة والخصومة، ثم العمل باللين، والبعد عن الظلم، والبعد عن الظلم والقهر. والحاجة التانية هنا اللي بينصحنا بيها: لا تحتقر ذا فاقة، وهو الفقير بيأكد في هذا النص على احترام الفقراء واحترام جميع يعني قليلي المال. ربما هذا الفقير، وربما هنا قلنا بتدل على التقليل، في فئة من الفقراء جميلة جدا شهمة، يتسم بالشهامة والمروءة ويبر بالخير على المسري، يعني بيمد يد الشهامة والمروءة وإثبات الرجولة والذات على الغني اللي ما يعني ما بيجيش منه أحيانا ضر نفع، وممكن يكون ضره أكتر من نفعه، وهي الأبيات اللي بعد كده اللي شرحت: لا يعني لا ينفع ولا يضر في الأبيات السابقة. فهنا بيأكد احترام وعدم احتقار الفقير ذا فاقة الفقير. مرادف القصر مضاد لدودا، جمع لدودا، اشرح البيتين، عين الأساليب البيانية اللي معانا في البيتين. ده شكل الأسئلة اللي هتجيلنا، يلا نحل مع بعض. مرادف القصر وهو القهر، مرادف القصر وهو القهر. أنا بقول لك مضادها هنا، أنا ما طلبتوش بس هنا بنراجعه، اللي هو العدل. العدل لدودا أي خصما شديد الخصومة، مضادها حبيبا صديقا، مضادها حبيبا صديقا، يبقى لدودا خصما شديد الخصومة. طب جمع لدودا لد وألداء، لد وألداء. شرح البيتين بيكون بشكل موجز، لو عندنا معنى غريب بنحطه، فبن ايه بنحط المعنى بشكل موجز مظبوط، ما يقلش طبعا عن سطر. يوضح لنا الشاعر أسباب السعادة والسبيل المستقيم لتحقيقها: إذا أردت أن تعيش سعيدا أيها الإنسان فاحذر من الشدة والغلظة في معاملة الآخرين، لأن الشدة والغلظة بتكون منفرة. الجمال فلا تكن لدودا، طبعا لا تكن نهي، النهي غرضه إيه؟ كل أسلوب هتطلعه لنا في جيم في الجمال لازم تقولي غرضه إيه، ده مهم جدا. أسلوب نهي للنصح، ولدودا جاءت هنا نكرة للتحقير، نكرة للتحقير اللي هو الخصم والعدو.
اللين والقصر بينهم تضاد يؤكد المعنى. المحسن البديعي، يعني ده محسن بديع وده محسن بديع، الاثنين كانوا في البيتين جم على هيئة طباق أو تضاد. ذا فاقة والمسري بينهم تضاد يقوي المعنى ويبرزه. سؤال آخر من النص التالي، قلنا هيجيلنا النصين التاليين بس هديك فرصة الاختيار، هتختار واحد منهم وهو ده كده نبقى غطينا المنهج أو الثلاث نصوص اللي خدناهم. طبعا أحب تاني أرجع لمراجعة خفيفة لنص البارودي قبل ما نتركه. هو طبعا أول حاجة هنا حذر من معاملة الفقير معاملة حقيرة، تمام، ربما نجد فيه الشهامة والأخلاق، واستمر في هذا التحذير حتى قال لك ان امتى هنسيب الصديق السيء. لا، احنا كمان بعد ما نسيب الصديق السيء احنا هنعرف ازاي نرجع تاني نتصالح وتحلو يعني يحلو الصفا بعد العداوة، يحلو الصفا بعد العداوة. ختم القصيدة الجميلة بتاعته بهذا الشكل. فاحنا هنراجع مع بعض كل تفاصيلها ديت اللي احنا نصرناها بشكل جميل، والجماليات اللي كانت في النص بالتفصيل مع البارودي رب السيف والقلم، لقب برب السيف والقلم. ننتقل لموضوع جديد، وقلنا انه هيجي على شكل اختياري، موضوع العمل الكاتب احمد تيمور. نرجع للعرض. اعمل دائما فالعمل ضريبة الحياة على الاحياء، واختر من الاعمال ما يسير مواهبك ويمازج خصائصك حتى تكون بينك وبين عملك ألفة واستجابة، فترقى في مراقي الإتقان. نواة النجاح في عملك أن تكون له أهلا وأن تكون بمواهبك له كفءا وأن يلائم ما أنت مخلوق لي. وقلنا أول حاجة شبه العمل أنه واجب وأنه ضريبة الحياة، يعني لو ما دفعتش مش هتاخد، مش هتعيش لو ما دفعتش عمل وسعي. وطبعا قالها الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يعني حياتك مقابل هذا السعي. طبعا هنا في تصوير هنعرضه بالتفصيل، ده كان أول النص، ده طبعا من النثر الأدبي. النص هنا مش شعر، نص البارودي كان شعر، ده نص جالنا نثر أدبي، ده في منتصف المنهج. فبيجي لك الأسئلة هي ألف ب باء جيم. ألف: اعمل دائما، أهو الفقرة اللي أنا قريتها. مرادف يمازج، مضاد ألفة، مفرد الأحياء، جمع الحياة. نركز على هذه المعاني. ما أهمية العمل في حياتنا وماذا يطلب الكاتب؟ أذكر الصور البيانية وغرضها. ما علاقة الجملة حتى تكون، اللي هي أنا حاطة تحتها خط، وبين عملك ألفة؟ طبعا الجملة ديت نتيجة للأمر ده، اعمل ليه حتى تكون بينك وبين، يبقى هو نتيجة وتعليل بينك وبين الأمر والطلب اللي كان في أول النص. فده إجابة رقم جيم. يلا نجاوب. مرادف يمازج يخالط، مضاد ألفة نفور وكراهية، الأحياء مفردها الحي، جمع الحياة الحيوات. يدعو الكاتب لإيه؟ للعمل، فهو واجب على الأحياء، ضريبة الحياة، تمام. ولكن بينصر لينا أهمية، يؤكد الشاعر، يؤكد الكاتب الأديب هنا محمود تيمور في هذا النص أهمية اختيار العمل الذي يناسبك ويناسب سماتك وخصائصك. ولو فاكرين أنا قلت لكم أهم حاجة في هذا النص عشان نستفيد من المعنى الجميل ده، اعرف نفسك وقدراتك سواء العضلية أو الذهنية أو النفسية قبل ما تختار هتشتغل فين. فبالشكل ده هتختار ما يناسبك وما يكون في عملك ده بينك وبينه ألفة وانسجام وليس ضرورة فقط. السؤال الثاني بقول لك: ما أهمية العمل؟ بنقول بيعبر عن قيمة الفرد ومكانته في المجتمع، فقدر كل امرئ ما كان يحسنه. وقلنا هنحفظ مع بعض الجملة الجميلة دي، إن قيمة الإنسان بالحاجة اللي عارفها كويس، الشاطر فيها كويس، مش إنه يعرف كل حاجة ويقول أنا شاطر وبفهم في كل حاجة. لا، كل واحد فينا بيفهم في حاجة واحدة بس اللي هي هتشتغل فيها واللي هتعبر عن قيمتك في الحياة. العمل أساس نهضة الأمم وتقدمها، وهو صانع الحضارات ومقياس نجاحها، تمام. طب بيقول لك: وماذا يطلب الكاتب؟ قلنا أن يختار الإنسان ما يناسبه بالبحث عن كوامنه الداخلية وقدراته الربانية النفسية اللي ربنا خلقها فيه.
طيب برضو العنصر الأخير رقم ديل، كيف يختار الشخص ما يناسبه من الأعمال؟ ده سؤال متوقع أيضا، بنختاره إزاي؟ النص وضح لنا أن تتعرف على خصائص نفسك وتتبين كوامن مواهبك لكي تتجنب، إحنا عايزين نعرف أنت شاطر في إيه لكي تتجنب من الأعمال ما يخالف ويجافي هذه الخصائص. وطبعا النص هفكركم قال لك حتى لا تضرب على حديد بارد، حتى لا تضرب على حديد بارد، صدمة عدم الانسجام مع عمل لا يناسبك ولا يوائم خصائصك النفسية والعضلية وإلى آخره، فلازم تختار حاجة تناسبك. وقلنا إن فيها طبعا تصوير الأساليب البيانية، طبعا اعمل دائما اختر الأعمال، ده أسلوب إنشائي أمر، أسلوب إنشائي أمر غرضه النصح والإرشاد. الكاتب محمود تيمور بيأكد بالنصح والإرشاد، التعبير بلفظة ضريبة يوحي بوجوب العمل على كل إنسان قادر. اختر التوجيه، ينصح الكاتب بحسن اختيار ما يناسبه من الموضوعات. تمام كده، تأملنا مع بعض النص وتفاصيله، وذكرت لك ازاي هنوصل لمهارات الاتقان وازاي نحسن الاختيار حتى لا تضرب على حديد بارد في عملك اللي ملوش فائده. هندخل بعد كده في النص الثالث، وهو لحافظ ابراهيم. الكاتب بتاعنا حافظ ابراهيم كان اسمه عتاب صديق، عتاب صديق. طبعا النص كان بيتكلم، بفكرك بالفكره الرئيسيه في النص، كان بيتكلم على انه هو في قطيعه بينه وبين صديقه الحميمه، يعني صديقه اللي بيحبه، بينه وبينه علاقه حميميه قويه، فانقطعت التواصل وتخاصموا مده طويله. فهو بيبدا النص زي الشعراء العمالقه القدماء بانه قاعد بيتكلم مع اصحابه السهرانين، وبيقول طب انا هقوم اروح له دلوقتي، هصالحه، هشد الرحال وهسافر عشان يرجع الوصال بيني وبينه، بس الدنيا ليل وما فيش حاجة ركبها. فعبر برواحل، رواحل يعني الإبل، والإبل دي طبعا كانت وسيلة السفر قديما أيام الشعراء الأوائل في الجاهلية. فهو هنا الشاعر بيعلن عن تأثره الأدبي بعمالقة الأدب القديم، فبيمزج في نصه ما بين القديم والحديث، فإنه بيقول طب ما فيش رواحل أروح لصديقي بيها، ولغاية ما بيدخل لنص النص بإنه خلاص بيترجى بانه يسامحه ويرجع الوصال تاني بينه وبين صديقه، بيعبر بكل الاشكال. فكان نص شيق جدا، وهو طبعا لشاعر نيل حافظ ابراهيم. فنعود لتفاصيل النص، انا حطيت لك يعني يعتبر اكتر من نص الابيات عشان نتذكر اكبر قدر فيها. ننظر للعرض. طال الحديث عليكم ايها السمر، ولاح للنوم في أكفانكم أثر، وذلك الليل قد ضاعت رواحله، فليس يرجى له من بعدها سفر. هذه مضاجعكم يا قوم فالتقطوا، طيب الكرى بعيون شابها السهر. هل ينكر النوم جفن ولو أتيح له إلا أنا ونجوم الليل والقمر؟ طبعا اسلوب راقي جدا، لغايه دلوقتي بيتكلم مع السهرانيين السمروا اللي هم سهرانين بالليل، بيكلمهم عن ان النوم ظهر على عيونكم وعلى اكفانكم، وبيكلم وذلك الليله هو قد ضاعت رواحله، فين الرواحل اللي هروح بيها لصديقي ده عشان يرجع الوصال والحب تاني، وقد تحلو المودات بعد القطيعة والهجر. هذه مضاجعكم، بيكلمهم ان احنا كلنا يعني ظاهر علينا علامات النوم، وطيب الكرى اللي هو النوم بعيون شابها السهر. هل ينكر النوم جفن لو اتيح له الا انا ونجوم الليل والقمر؟ فهنستعرض لنموذج من الاسئلة المتوقعة اللي هو اول بيتين. طال الحديث عليكم ايها السمر، ما معنى السمر؟ مفرد أكفان جمع رواحل مضاد طالة، اشرح البيتين ما الصور الجمالية والمحسنات البديعية معنا. الإجابة مرادف السمر، السمر جمع سامر وهو الساهر، قوم يسمرون يسهرون ليلا، والسمر الحديث ليلا.
أكفان مفردها جفن وهو غطاء العين والمراد العيون. الرواحل زي ما قلت لكم مفردها راحلة، وطبعا معناها الإبل أو من نسافر عليه، الدابة التي نسافر عليه، والمقصود الإبل. مفرد رواحل راحلة، مضاد النوم السمر، مضاد النوم السمر أي السهر. اشرح البيتين بإيجاز، ينادي الشاعر الساهرين واصف حال النوم على عيونهم بعد طول السمر، ويحدثهم عن الليل وسهاد الليل معبرا عن أزمته من فراق صديقه الحبيب. جيم رقم 3، بقول لك اعرض الصور البيانية. طال الحديث تعبير يوحي بحالة الإنسان الذي يعاني ألام فراق صديقه. أنا حاطة لكم أهو صورة حافظ إبراهيم، وليه مقولات عظيمة. طبعا دي كلها مدرسة العمالقة، من أول أمير الشعراء أحمد شوقي، وبيعتبر ده الأستاذ حافظ إبراهيم من تلامذة الأستاذ البارودي اللي هو ذكرنا أول نص ليه. فالصورة البيانية بنقول أولا الألفاظ توحي بإيه؟ بحالة الإنسان الذي يعاني بحالة آلام فراقه. طال الحديث، طال الحديث جعل فجعلته يسهر الليل وعيونه لا ترى النوم بل تقاومه، مش عارف ينام وفي أرق وفي كرى. فكل ده بنقول طبعا بين شطري البيت. نرجع لشطري البيت كده نشوف شكلهم ايه. طال الحديث عليكم أيها السمر، ده شطر، ولح النوم في أكفانكم أثر، وبينهم حاجة محسن بديع اسمه التصريع، يعني اللي هي نهاية الراء هنا زي نهاية الراء هنا. ده مش في كل النص، جه هنا عندنا في البيت الأول اسمه في المحسنات البدعية التصريع، خلاص. لكن هو العادة ان بيبقى عندنا القافية هنا هي اللي زي بعض في الايه في القصيدة كلها، لكن ده على حالة استثناء اسمه التصريع. نحفظ مع بعض يا شباب. فبنقول بينهم بين البيتين الشطرين تصريع، اي اتفاق الحرف الاخير، تمام. وقيمته الفنية طبعا في التأثير الموسيقي. من قائل النص؟ اهو حافظ ابراهيم، ما لقبه شاعر النيل. طب ليه؟ هيجي لك في سؤال اخر، ليه من كثرة ما كتب وعبر عن نيل مصر وحبه لمصر في دواوين كثيرة وفي قصائد كثيرة فلقب بشاعر النيل. ده كده كان نص عتاب صديق، وهو النص الثالث معانا. كده نبقى غطينا بشيء من الإيجاز مراجعة الثلاث نصوص السابقة. في تفاصيل كتيرة في تاني في النص، فإحنا عايزين كل ده نراجعه مع بعض، ولكن اليوم نستعد لليلة الامتحان. نرجع للنص، هنبتدي ندخل في القواعد اللغوية، وهي زي ما قلت لكم هتكون شاملة لكل اللي خدناه السنة دي، وبإضافة لي ما خدته حاجات بسيطة من اللي انت خدتها السنة اللي فاتت، ممكن يجي لك كشف في المعجم إلى آخره. فأنا هقول السؤال وهنرجع بمراجعة خفيفة لما أخذناه أثناء الفصل الدراسي. العمل هو الأساس الذي قامت عليه الحضارات، لذا يحاول الناس إتقان العمل إلا القليل. يحاول الناس إتقان العمل إلا القليل، ولن تفيد الأعمال صاحبها إلا العمل القائم على التعقل والتدبر. وما الحياة إلا كفاح؟ أول سؤال بيجي لك أعرب ما تحته خط. السؤال الثاني دائما بيكون استخرج، هطلب منك اللي أنا عايزاه. دي حاجات انت خدتها قبل كده بديهية، اللي هي أنا في أنهي. بفكركم تاني يا شباب عايزين نعرض مع بعض أنواع الجمل. أنواع الجمل، عايزين نعرض مع بعض أنواع الجمل. قلنا قبل ما نعرف أي حاجة خالص بنبص إحنا في أنهي جملة، وبشبهناها بالغرفة اسمية أم فعلية. ده المفتاح اللي هيخليك تعرف أي حاجة ببساطة. لو أنا جوه الجملة الاسمية يبقى بدأت بمبتدأ، خلاص، وبدور على خبره. بدور على إيه؟ خبره، تمام كده. المبتدأ بتاعي دي خبر. الخبر ده عندنا كام نوع فاكرينهم؟ ثلاثة، اللي هو لا اما مفرد عادي، لا جمله، لا شبه جمله، تمام. لا اما يجي لي قبل الجمله الاسميه حاجه تاثر فيها زي ان او اخواتها وكان او اخواتها. يبقى قبل ما اقول لك اعراب ده ايه، اشوف انا في انهي غرفه، اشوف انا في انهي ايه غرفه. هل غرفه الجمله الاسميه؟ هل في مؤثر قبل المبتدا؟ المبتدا بتاعي بفكرك ده اسم، المبتدا بتاعي ده اسم. فاذا ايقنت هذه المعاني هعرب الحاجه اللي انا طالبها منك دي بسهولة ويسر.
يا ترى اللي هنا ده ايه؟ بتاع إن وكان واخواتهم اللي جت قبلها دول، دي كان واخواتها افعال وإن اسماء. طيب جالي مبتدأ بس، جالي مبتدأ بس وخبره، وممكن خبره كام نوع، والخبر الجملة بالذات بيكون في عندي رابط. فبالشكل ده لما اشوف انا فين، بوابتي ايه، هعرب الكلمات دي صح. وفي الفعلية بتبدأ بالفعل، الفعل ده ما حدش يختلف عليه، اللي هو حدث، حدث حدث، تمام، ثم الفاعل ثم المفعول. نرجع للعرض بسرعة، احنا خدنا الاستثناء واركانه، خدنا انواع الاستثناء عشان اعرف المستثنى صح اللي هيجي لي بعد الادوات، لازم اعرف هو تام ولا تام منفي ولا تام منفي، تام منفي ولا تام منفي، والاركان عندي موجودة. فطبعا الحاجات دي هنحفظها مع بعض ونراجعها، امتى يجوز عندي اعرابين هنا في المستثنى منه اللي جاي لي ده بعد الاداة، ما تأخر الطلاب الا طالبا او طالب او طالب، الحالات الجواز ايه، حالات ايه حسب موقعه في الجملة. فنفتكر مع بعض، غير وسوى اللي بعدهم مضاف اليه منصوب مجرور، مضاف اليه مجرور، والمجرور عندي حسب العدد، علامة الجر حسب العدد، اهي الحالات بتاعت غير وسوى، غير وسوى، وحالات اعرابها شبه الا وما بعد الا، تمام. فبرجع تاني اهو للسؤال، احنا الاعراب انا هعرضه ليك اهو عشان تراجعوا باستفاضة طبعا، اهو الاربع كلمات وده رقم واحد، ثم بقول لك عين المستثنى واعربه في الجملة دي. قال المنصفون، الكلام ده جه عندي منفي ولكن، ولكن ناقص، ولكن ناقص، فهيبقى حسب موقعه في الجملة. المنصفون هتبقى فاعل مرفوع بالواو. طبعا بشكل تاني بقول لك شيل الا وحط لي غير الى اخره، هيجي لنا بالشكل ده. هيجي لك عنصر واحد بقول لك غير، وضح لي نوع الهمزه، خرج من النص همزه قطع وهمزه وصل. فانا جمعت لك اهو المراجعه للجزئيه دي. طيب اخيرا هيجي لك، لو قلنا اولا التعبير ثم رجعنا للقراءه ثم النص، هيبقى رابع حاجه في ورقه الامتحان اللي هي سؤال الادب، هنهتم بتعريف المقال. تعريف المقال، قالب من الفن النثري وعوامل النهضه، انواع المقال من حيث الشكل ومن حيث المضمون. من حيث الشكل هيبقى طويل وقصير، هديك نموذج للقصير اهو، بيجي لنا في الجرايد بالشكل ده، ده المقال القصير. طب المقال الطويل، عندنا مقال قصير اهو، بقول لك ما مفهومه، زي مين اكتر الناس اللي ادونا اشكال منه. وبعد كده المقالات من حيث المضمون، عندنا هو انواع كتيره، زي ما مر علينا محمود تيمور اللي قال لنا نص اجتماعي وتحدث عن نص اجتماعي اللي هو العمل. الاشكال اهي بتعريفاتها، هنراجعها مع بعض. دي ده سؤال اكيد، ما خصائص المقال، خلوا بالكم منه جدا، اللي هو هيكون فيه الاشكال ديت والعناصر دي. وبكده اكون غطينا اجزاء كتيره من المنهج، لكن طبعا اللي تابع طول الترم غير اللي مستني ليله الامتحان. اتمنى ليكم الفايده الدائمه، وانكم تتواصلوا معايا باذن الله لنغطي جميع اجزاء المنهج، ونتواصل مع اجمل لغه انت لازم تتقنها، لانها من اجمل وسائل الاتصال وهي اللغه العربيه. انت حلم الناس كتير، ما تستقلش بنفسك بقدراتك، ودور عليها وابحث عن اسرار النجاح. اشوفكم اللقاء القادم ان شاء الله.